أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن الحجة شعيرة ربانية تهتم بها المملكة منذ تأسيسها وتبذل كافة الجهود لإنجاحها، وأثبتت عبر التاريخ نجاحها في تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام من مشارق الأرض ومغاربها. ووصف الدكتور العواد في كلمة له خلال اجتماع وزراء الإعلام للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في جدة اليوم بأن تأسيس الحج يعد انحدارا سياسيا تسعى من خلاله حكومة قطر إلى خلط الأوراق واستغلال هذه الشعيرة العظيمة لأهداف سياسية ضيقة، مضيفا أنه لم يحصل في التاريخ الحديث تأسيس للحج قبل قطر إلا من إيران التي فشلت فشلا ذريعا في هذه الغاية. وأكد أن الشعب القطري مرحب به هذا العام مثل كل عام، مشيرا إلى أنه قد فتحت عدة ممرات للحجاج القطريين، كما تم توفير كافة احتياجاتهم لأداء نسكهم براحة وأمان. وحث العواد الأشقاء من الشعب القطري الراغبين في أداء مناسك الحج على عدم تصديق الدعاية الكاذبة حول منعهم من أداء فريضة الحج، فحيث ترحب المملكة كعادتها بجميع المسلمين من كل مكان وتعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.